بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. وقفنا في الحلقة الماضية عند قول عند بيان قول الله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، إلى قوله: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وأن متابعتهم في هديهم من اتباع ما يهوونه وتركها معونة على ترك ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما زلنا في الكلام على قوله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أمر الله نبيه أن يحكم بين الناس من يهود ونصارى ومسلمين وكل من تحاكم إليه، أن يحكم بينهم بما أنزل الله، لأنه هو الشرع المطهر، وهو الذي تطمئن إليه القلوب والنفوس، ترضى به نفوس المؤمنين، وهو الذي يقطع النزاع وينهي الأهواء، لأنه من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لا تتبع أهواء اليهود أو النصارى فتحكم لهم بما يرضيهم ويوافق رغباتهم، بل احكم بينهم بما أنزل الله عز وجل. وهذا عام في كل نزاع، سواء كان بين اليهود والنصارى أو غيرهم، ولا تتبع أهواء، فدل على أن من أعرض عن الكتاب والسنة فإنه متبع لهواه، نعم، وأن من تحاكم إلى الكتاب والسنة فإنه متحاكم إلى الهدى، وماذا بعد الحق إلا الضلال. عما ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وبينا هذا في الحلقة السابقة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لو شاء الله لم يختلف الناس وجعلهم كلهم على دين واحد، ولكنه أراد أن يختبرهم وأن يجعل لإرادتهم ومشيئتهم دور في أعمالهم وفي أقوالهم وفي تدينهم. فمن كان هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو السعيد، ومن كان هواه تبعا لرغباته وشهواته فهذا هو الشقي. وليتميز هذا من هذا، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. ثم قال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. استبقوا أي بادروها، بادروا الخيرات قبل أن تفوت، لأن الدنيا تنتهي والأيام تنطوي والساعات تنقضي، فإذا أخرت العمل فقد لا تدركه، فعليك أن تبادر. استبقوا الخيرات، استبقوها قبل أن تفوت، ولا تؤجلوا إلى الغد أو ما بعد الغد أو إلى العام القادم، فإنك قد لا تدركه وقد
ولو أدركته قد لا توفق، قد لا توفق، وقد يعرض لك ما يعرض من الحوائل أو تعجز عن ذلك، فبادر ما دمت متمكنا، استبق الخيرات. ثم قال جل وعلا: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الله يجمع الخلائق يوم القيامة على اختلاف أجناسهم وأعمالهم ويجازيهم بها، كل بحسب عمله. فلا يظن الظانون أن الناس مهملين في هذه الدنيا، يسرحون ويمرحون ويختلفون ويعرضون عن كتاب الله ويتركون، بل لا بد أن يكون لهم موعد مع الله جل وعلا يجازيهم بأعمالهم ويحاسبهم عليها. فاستبقوا الخيرات أينما تكون، إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله مرجع. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا، في أي مكان وفي أي زمان، عليك بالمبادرة. يأتي بكم الله جميعا. نعم. في الآية الأخرى، في آية البقرة، في هذه الآية قال: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذا الاختلاف، هذا الاختلاف الذي حصل في الدنيا ولم يحسم بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فإنه يوم القيامة يحكم فيه أحكم الحاكمين. وإن دخله في الدنيا الأهوى والتغيير واتباع الأهوى، فإنه في يوم القيامة لا بد أن يحكم الله فيه بالحق ويرد الباطل. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم، يعني يخبركم، بما كنتم فيه تختلفون. فيجازي المحق بالخير ويجازي المسيء بالشر. نعم. قال: إلى قوله: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ومتابعتهم. نعم. ثم كرر سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هذه وصايا من الله جل وعلا لنبيه: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وهو القرآن والسنة. ولا تتبع أهواءهم، لأن ما خالف الكتاب والسنة فهو أهواء ورغبات، فعلى الحاكم أن لا يراعي أهواء الناس ورغباتهم، وإنما يراعي ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فيحكم بينهم بذلك. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم، هذا تأكيد، لا تتبع واحذر. فالإنسان وإن خالفهم وحكم بينهم بما أنزل الله، لكن لا يطمئن إليهم، بل يحذر في المستقبل. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فعليك بالثبات، ولا يغروك بمخالفة ما معك ويطمعونك في أشياء، فإن هذا من ترك الحق إلى الباطل. الله جل وعلا يقول: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فدائما المشركون والكفار والمنافقون يحاولون مع العلماء ومع ولاة الأمور، يحاولون استمالتهم إلى رغباتهم وإلى شهواتهم في الأحكام والعمل بالقوانين والأنظمة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله. هذا ديدنهم. فعلى المسلمين أن يحذروا، وخصوصا العلماء، وخصوصا الذين يحكمون بين الناس، عليهم أن يحذروا من تغريرات هؤلاء، أن يصرفوهم عن الحق. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا، يعني أعرضوا ولم يقبلوا، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فهذا فيه دليل على أن من ترك الحق فإنه يعاقب باتباع الباطل.
أعوذ بالله. لأن الله يطمس على قلبه ويعاقبه فيتبع الباطل، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وهذا أعظم المصيبة، مصيبة القلب أعظم المصيبة. لو أنه أصيب بماله أو أصيب ببدنه لكان أسهل من إصابته في قلبه، لأن إذا أصيب في قلبه زاق وضل، والقلب إذا ضل وزاق فلا فائدة فيه لأنه قد انحرف. ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، فلا يرجع إلى الحق بعد ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومتابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يهوونه أو مظنة لاتباع ما يهوونه، وتركها معونة على ترك ذلك وحسم لمادة متابعتهم فيما يهوونه. نعم، اتباع أهوائهم هو شر كله، هو شر كله، إما يكون اتباعا صريحا لما يهوونه أو مظنة. نعم. أو مظنة ذلك، فعلى المسلم أن يتجنب هذا، خصوصا من ولاه الله أمور المسلمين، عليه أن يحذر من تضليل هؤلاء الضالين ودعاة الضلال، فإنهم دائما جادون في صرف المسلمين عن دينهم دائما وأبدا، لا يفتأون عن ذلك، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا دائما وأبدا، ما هو انتهى في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو دائم إلى أن تقوم الساعة. نعم. قال رحمه الله: أعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه كثير، مثل قوله لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من المثلات: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وأمثال ذلك. نعم، فالله جل وعلا ذكر في القرآن من النهي عن مشابهة المشركين الشيء الكثير، ولما ذكر ما أحل باليهود في المدينة في بني النضير لما خانوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد الذي عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حين ذاك سلط الله رسوله عليهم فغزاهم في محلاتهم وحاصرهم وحرق نخيلهم، وأخيرا تصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجلوا عن المدينة ويأخذوا ما خف معهم ويتركوا الباقي للمسلمين. الله جل وعلا قال في صدر سورة الحشر: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، هذا هو الفوج الأول، وتبعهم بنو قينقاع وبنو قريظة، فالفوج الأول من اليهود الذين جلوا عن المدينة هم بنو النضير لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الشاهد في قوله: اعتبروا يا أولي الأبصار، يا أصحاب العقول والبصائر، اعتبروا بما جرى لهؤلاء، فإنهم أهل كتاب وأهل علم، ولما خانوا الله ورسوله حل بهم ما حل، فعليكم أن تحذروا من طريقتهم والتشبه بهم في ذلك. نعم. قال: ومثل قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم، لما ذكر الله في قصة يوسف عليه السلام في سورة يوسف ذكر ما جرى ليعقوب وما جرى ليوسف وإخوته وما انتهى إليه أمرهم من الاجتماع، وأن يعقوب عليه السلام سمح لهم واستغفر لهم، وأن يوسف عليه السلام سمح لهم وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فالله جل وعلا لما ذكر هذه القصة العظيمة في هذه السورة
قال في ختامها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والله قص علينا قصص هؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء وغير، وقص قصص غيرهم في القرآن من أجل أن نعتبر بذلك عبرة لأولي الألباب، لأصحاب العقول. أما الذين لا عقول لهم فإنهم تمر عليهم هذه القصص ولا يلتفتون إليها ولا يعتبرون بما فيها. نعم. قال رحمه الله: ما كان حديثا يفترى. ما كانت هذه القصص مثل قصص التاريخ التي أكثرها كذب وافتراء، وإنما هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، وحي منزل لا يتطرق إليه أي احتمال. ما كان حديثا يفترى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنه ما يدل على مقصودنا، ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود. نعم، ما يذكره الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب من الآيات والأحاديث، منه ما هو نص في المقصود، وهو تحريم التشبه بالكفار عموما. نعم. من اليهود والنصارى والأعاجم والمشركين وأهل الجاهلية، منه ما هو نص في ذلك، وهو النص هو ما لا يحتمل غيره، والظاهر هو ما يحتمل. فمنه ما هو نص، ومنه ما هو ظاهر وعموم واحتمال، فهذا يحصل به المقصود من التنبيه على تحريم التشبه، إما نصا وإما ظاهرا وإما عاما وإما خاصا. نعم. قال رحمه الله: ثم متى كان المقصود ببيان أن مخالفتهم في أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا، فجميع الآيات دالة على ذلك. وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبة علينا، فهذا إنما يدل عليه بعض الآيات دون بعض. نعم، فهذا الذي يذكره من الآيات والأحاديث في مخالفة أهل الكتاب فهو كله يتفق في المنع من التشبه بالكفار عموما، وأن المسلمين يستقلوا بشخصيتهم الإسلامية التي أكرمهم الله بها. فمن ذلك كما سبق ما هو نص في تحريم التشبه بهم في القليل والكثير، ومنه ما هو ظاهر وعام في منع التشبه، وكلا الأمرين مطلوب في الشرع. فما كان من نص فهو واجب، والتشبه بهم فيه حرام، وما كان من عموم أو شمول فإنه على أقل الأحوال يكون مكروها، يكون التشبه بهم فيه مكروها. نعم. قال: ونحن نذكر ما يدل على أن مخالفتهم مشروعة في الجملة. مشروعة في الجملة يعني، وإن كان بعضها آكد من بعض، بعضها حرام وبعضها مكروه. نعم. إذ كان هو المقصود هنا، أما تمييز دلالة الوجوب أو الواجب عن غيرها وتمييز الواجب عن غيره فليس هو المقصود هنا. نعم، لأن المقصود ذكر قواعد، المقصود ذكر قواعد في التشبه، ليس المقصود الاستقصاء في جميع أفراد التشبه، فإن هذا كما سبق في كلامه رحمه الله أن هذا يستدعي كلاما طويلا ويستدعي مؤلفات كثيرة، ولكنه يقعد قواعد في هذا الكتاب للتشبه الممنوع. نعم. قال رحمه الله: وسنذكر إن شاء الله أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة، فإنه هو المسألة المقصودة بعينها، وسائر المسائل إنما جلبها تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة. نعم، ومن الأمور التي يحرم التشبه بهم فيها وهي المقصودة تشبه بالكفار في أعيادهم، والعيد اسم لما يتكرر ويعود إما على مدار السنة أو على مدار عدد من السنين أو مدار الأسبوع أو غير ذلك، سواء وهو ينقسم إلى قسمين: عيد زماني وعيد مكاني. فما يعود ويتكرر فإنه يسمى بالعيد،
والكفار لهم أعياد، لهم أعياد يعتبرونها من شعائر دينهم، والمسلمون لهم أعياد من شعائر دينهم، وهما عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والمشركون لهم أعياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بها خير منها، عيد الفطر وعيد الأضحى. فيجب على المسلمين أن يقتصروا على هذين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا يجعلوا لهم أعيادا تشبه أعياد أهل الكتاب بالمناسبات، كعيد المولد، عيد الجلوس، عيد كذا وعيد كذا، فإن هذه أعياد جاهلية. نعم. قال رحمه الله: وقال الله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، إلى قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال رحمه الله: بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآيات أخلاق المنافقين وصفاتهم، وأخلاق المؤمنين وصفاتهم، وكلا الفريقين مظهر للإسلام، ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه الأخلاق والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم، وأمر نبيه بجهاد الطائفتين. ومنذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة في سياق ذم المنافقين، قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات دل على أن في النساء منافقات مثل الرجال، المنافقون والمنافقات، والنفاق هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، هذا هو النفاق الاعتقادي، نعوذ بالله، الاعتقادي الكفري، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، وهو الذي يظهر الإيمان ويظهر الإسلام، يظهر الإسلام ويبطن الكفر خداعا ومكرا، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهناك نفاق عملي، وهو يصدر من بعض المؤمنين، وهو أن يتصف بصفة من صفات المنافقين لكن قلبه مؤمن، هو مؤمن في قلبه، لكن قد يصدر منه قول أو فعل يشبه صفات المنافقين، هذا نفاق عملي ويسمى بالنفاق الأصغر، وهذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه كان ثلاث من كن أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهذه الصفات قد تصدر من بعض المؤمنين لضعف إيمانهم، لكنهم لا يكفرون بها، وتسمى بالنفاق الأصغر، وهي خطيرة جدا، لأنها قد تجر إلى النفاق الأكبر، والاتصاف بها مشابهة للمنافقين، وإن كانت مشابهة جزئية لكنها خطيرة جدا ومرض عضال حتى يتوب الإنسان منها. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعضهم من بعض، ما قال أولياء بعض لأنهم أعدى فيما بينهم، نعم، وإن كانوا يظهرون أنهم جميع وأنهم، لكن هم فيما بينهم أعدى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نعم. فقال بعضهم من بعض يعني يشبه بعضهم بعضا، بعضهم من بعض يعني يشبه بعضهم بعضا في المكر
والخداع والسلوك السيء بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. دائما هذه صفة المنافق، يأمرون بالمنكر بكل، والمنكر كل ما تنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة، هذا هو المنكر، وهو كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، كل ما نهى الله عنه وحرمه فإنه منكر لأنه تنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة. فهؤلاء يأمرون بالمنكر، هذه صفاتهم أنهم يأمرون بالمنكر، دائما يدعون إلى الرذيلة، دائما يدعون إلى العري والتفسخ وخلع الحجاب وإخراج المرأة من بيتها إلى مخالطة الرجال، يدعون إلى تغيير الشرع والحكم بالقوانين والأنظمة ومسايرة الكفار، هذه دعاياتهم دائما وابدا، هذه صفات المنافقين وما أشبه الليلة بالبارحة. فالدعاة الآن من هؤلاء على قدم وساق، دائما يدعون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ينهون عن التمسك بالكتاب والسنة، ويسمون هذا من الغلو والتطرف والتشدد والتزمت إلى غير ذلك، يزهدون في اتباع الكتاب والسنة والاستقامة. نعم إنكار الغلو والتشدد والتزمت هذا أمر واجب أنه ينكر، لكن ليس التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتقيد بالحلال والحرام، ليس هذا هو التشدد وليس هذا هو التزمت، بل هذا هو الحق وهو المنهج السليم. وينهون عن، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم، يقبضون أيديهم كناية عن البخل، أنهم يمنعون الزكاة ولا يتصدقون ولا ينفقون، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يرجون ثواب الله ويحبون المال فيبخلون به ويخشون الفقر، ما عندهم أمل بالله عز وجل واعتماد على الله، ويظنون أنهم إذا أنفقوا أنه ينفد مالهم ويصيبهم الفقر، فهم يقبضون أيديهم عن النفقات الواجبة والمستحبة. هذه صفات المنافقين والعياذ بالله. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله أي تركوا طاعته جل وعلا وارتكبوا ما حرم عليهم فنسيهم الله، تركهم الله. وإلا فالله جل وعلا لا ينسى، النسيان الذي معناه الذهول، وإنما معنى النسيان هنا الترك، فالنسيان يأتي بمعنى الترك كما أنه يأتي بمعنى الذهول، والله منزه عن ذلك، وما كان ربك نسيا. لا يضل ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فالله منزه عن النسيان الذي هو الذهول وعدم الإدراك، وإنما المراد بالنسيان هنا الترك. نسوا الله، تركوا أوامره وأعرضوا عن ذكره فنسيهم، يعني تركهم من فضله وإحسانه، تركهم في العذاب. إن المنافقين هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله، لأن الفسق هو الخروج، الفسق في اللغة هو الخروج، والمراد بها هنا الخروج عن الدين. والفسق ينقسم إلى قسمين، فسق أكبر وهو فسق المنافقين، وفسق أصغر وهو ما يحصل من المؤمن من بعض المعاصي، فهذا فسق لكنه فسق أصغر لا يخرج من الملة. نستميحكم شيخنا عذرا لإرجاء بيان هذه الأنواع من الفسق وإتمام شرح الآيات في لقائنا القادم إن شاء الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية لقائنا، نأمل أن يتجدد اللقاء بكم وأنتم بخير إن شاء الله. في هذه الحلقة نشكر لكم حسن استماعكم، ونشكر لشيخنا ما تكرم به من البيان. هذه تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.